أهلا بكم، حلقة جديدة من بصعيون عبر وين وين. الحديث يستكمل عن كرة القدم السعودية، هذه المرة عن ديربي الرياض، الديربي الذي انتظره الكل ربما من أجل معرفة هل يواصل الهلال سلسلة انتصاراته أم يقوم النصر بكسر ذلك. الديربي الذي ربما من النادر أن يقام في ظروف تعتبر غير ذات أهمية بالنسبة على صعيد النتائج وعلى صعيد الفوز والخسارة، الأمر الذي ربما أفقد بعضا من بريق الإعلامي ما قبل بداية الصافرة. وما أن بدأ الديربي إلا وأن كان بكامل إثارته بتنافسية كبيرة حضرت ما بين القطبين في العاصمة الرياض. النصر بدأ أولا عن طريق أوتافيو، وربما كأنه أرسل إشارة بأن ليلة تعثر الهلال الأولى سوف تكون حاضرة الليلة في ملعب الأول بارك. لكن الأمر الذي اختلف بعد ذلك، بعد أن أهدر النصر سلسلة من الكرات في مباراة سيطرة من خلالها سيطرة كبيرة جدا، وظن الكل بأن النصر قادر على مضاعفة النتيجة في ليلة أهدر بها كريستيانو رونالدو العديد من الفرص. النجم البرتغالي الشهير ربما في تلك المواجهة كاد أن يضاعف أهدافه ويكون حاضرا على صعيد الزعامة التهديفية للدوري السعودي. كرة القدم هذه المرة أدارت ظهرها لرونالدو ورفقاء في أرضية الملعب، وفي اللحظات الأخيرة ابتسمت لمن كانت بحوزته طوال هذا الموسم، الزعيم الهلالي البطل الذي لم يتعثر وبقي مواصلا على سيطرته وسلسلته التاريخية بقيادة السيد جيسوس دون أن تكسر حتى في ديربي الرياض. الكل انتظر أن يتعثر الهلال أمام النصر، لكن الهلال واصل سلسلة انتصاراته، أو دعني أقول لم تكسر سلسلة انتصاراته بالتعادل في ديربي الرياض. هنالك في جدة وفي الطرف الآخر الساحل الغربي الأمر يبدو متناقضا ما بين قطبي جدة. الاتحاد من المنطقة الشرقية في لقاء يواصل من خلال موسم غريب، موسم الهزيل بالنسبة للعميد الفريق المتوج بلقب النسخة الماضية والموسم الماضي. هذا الفريق الاتحادي الذي يتذبذب ومن ثم بعد ذلك يتراجع مركزا تلو دون الآخر في مباراة، أو دعني أقول في أداء ومستويات باهتة بلا لون ولا طعم بالنسبة للعميد الفريق الاتحادي، الفريق الذي بدأ عشاقه يفكرون في الموسم القادم، لأن هذا الموسم للنسيان، وعلى أن يشاهد العميد بحال أفضل في الموسم القادم وبصورة أجمل. بينما جاره النادي الأهلي الذي يأتي ثالثا ويعود بعد ذلك للقارة الآسيوية وللمشاركة القارية. أهلا بالنادي الأهلي في آسيا، أهلا بالنادي الأهلي في القارة، أهلا به وبجمهوره الذي رفض أن لا يكون أولا على صعيد العدد الجماهيري والحضور الجماهيري. المدرج الذي زين مدرجات الملاعب، المدرج الذي تفنن بإبداعه بأغانيه بحضوره وبشخصية الكبيرة جدا بجانب فريقه، وليكون صاحب البصمة الأولى والحضور الأول على صعيد مسابقة دوري روشن هذا العام. على صعيد المراكز ولعبة المراكز يسدل الستار بالنسبة للدوري السعودي، أبناء الطائي يبقون في الدوري، الحواتم يبقون في الدوري ويرفضون الهبوط بالنسبة على صعيد البقاء. تهانينا للطائي بقاء في الدوري، تهانينا للأهلي عودة لآسيا، تهانينا للتعاون مستويات المتميزة وفوزه على الليث، تهانينا أيضا للهلال البطل المتوج الذي لم يسقط بالخسارة من خلال لقاءات هذا الموسم. حتى نلتقي في حلقات قادمة من وين وين وبصعيون، لكم تحيات كافة طاقم العمل، إلى اللقاء.